مرحبا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم مشاهدينا الكرام. مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة مليئة بالأخبار والأحداث التي انتقينا لكم منها هذه الملفات التالية. في الملف الأول، وفي ذكرى تفجير المرقدين العسكريين في سامراء، أصابع الاتهام توجه بقوة إلى إيران. سنذهب بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع متعلق بنازحي جرف الصخر الذين يعيشون في سجن كبير بسبب ميليشيا حزب الله في العراق والاهتمام من حكومة العبادي بشأن النازحين. بعد ذلك إلى المثنى، وهناك شيخ عشيرة البركات يدعو إلى مواصلة التظاهرات لدعم باسم خشان ويحذر من الاعتداء على المتظاهرين. ثم سنختم مع الملاعب العراقية، حيث أن هذه الملاعب تعاني من فوضى ميليشيا الحشد وتواصل الاعتداءات. إلى أين سيصل بالمشهد الرياضي؟ الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري رحمه الله أكد بعد تفجير المرقدين في سامراء في وقت سابق، أكد على ضلوع المخابرات الإيرانية في الحادث الذي تمر ذكراه اليوم. طبعا الشيخ الحارث الضاري رحمه الله ظهر في مقطع مصور متحدثا إلى المعمى محمد علي التسخيري، وهو الذي يوالي لنظام ولاية الفقيه في إيران. أسهمتم في تدميرها بأساليب شتى، الفتنة الطائفية كان لمخابراتكم ضلع كبير جدا فيها. نحن فجرنا العسكريين. أي عسكريين؟ نعم نعم، مخابراتكم هي التي فجرت العسكريين. معلومات أكيدة من الحكومة مالتكم المشكلة. وهذه مسجلة رسمياً وفي تحقيقات الحكومة نفسها. يرحم الله الشيخ حارث الضاري بوجهه أخبره عن الحقيقة حتى أقعده خائباً. النائب عواد العوادي يتحدث عن وجود تقارير تؤكد ضلوع خلايا دخلت عن طريق إيران، وقال إنها ضليعة بتفجير مرقد العسكريين بسامراء والذي كما ذكرناكم تمر ذكراه هذا اليوم. نتابع. دول كثيرة، ليش إيران ما تتهم إنه يدخل إرهاب من إيران؟ تتهم، ولكن الكل يدافع بما هو عنده. بس المهم، يعني تعتقد إيران يدخل من عندها إرهابيين؟ نعم، إيران يدخل من عندها. ليش اكو ماكو تقارير تقول بأنه كثير من التفجيرات دخلت في مناطق أخرى؟ نعم في مناطق أخرى. نعم، يعني بمعنى أنه اللي صار مثلا اللي صار في سامراء، كثير من التقارير تتهم بأنه اكو مصالح، اكو خلايا او مجاميع ارهابيه دخلت من ايران. هسه بعلم الحكومه الايرانيه بغير علمها اكو مجاميع حدود مفتوحه تدخل من ايران. ليش هذا العداء؟ شهاده اخرى تثبت تورط ايران، ما رايكم ان نذهب الى شهاده جديده حتى وان كانت من ممثل للاحتلال الامريكي؟ قائد القوات الامريكيه الاسبق في العراق جورج كيسي يتهم ايران بالوقوف وراء تفجير مرقد العسكريين في سامراء. نتابع معا. وحتى هجمات التي حدثت في سامراء، وعندما حصلنا على المزيد من الاستخبارات والمعلومات وبدأنا أن نعمل بشكل جيد، نحن اكتشفنا بأن هناك بعض الأجزاء من المتفجرات التي لا علاقة بإيران، وهناك بعض القنابل والمونيتور وعليها تاريخ والصناع، وهي تبين بأنها جاءت مؤخرا من إيران. والحق ما شهدت به الأعداء، وكما قالوا إذا عرف السبب بطل العجب. إلى شهادة أخرى الآن فيما يتعلق بموضوع تفجير المرقدين في سامراء الذي يعني تصادف أو توافق ذكراه السنوية هذا اليوم. مستشار الأمن الوطني السابق في العراق موفق الربيعي يقول إن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري لم يفرض حظراً للتجوال في بغداد بعد تفجير سامراء الذي تمر ذكراه اليوم، الأمر الذي ساهم بتدهور الأوضاع الأمنية ببغداد وتسبب بتفجير مئات المساجد في جنوب العراق إلى جانب بغداد. في الفيديو القادم جملة من التصريحات التي تلقي باللائمة على إيران بشكل أو بآخر فيما يتعلق بموضوع
تفجير المرقدين العسكريين في سامراء. نتابع. بعد أن عجز العدو المحتل في حينه من خلق فتنة بين الشعب، اضطر أن يستخدم أدواته في تفجير الإمام لغرض خلق فتنة طائفية داخل المجتمع العراقي. والسؤال ما زال قائم، يحتاج إلى جواب من الدكتور جعفر. لماذا لم يعلن حظر التجوال مما سمح للحرب الطائفية أن تندلع في بغداد ومناطق التماس الأخرى؟ الأجندات الخارجية اللي كانت تهدف إلى تفجير مرقدي الإمامين العسكريين هي كانت تهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي. بسبب غلق المدينة حقيقة القديمة أدى إلى شلل في الوضع الاقتصادي بالمدينة، كذلك عسكرت المدينة. الآن قطاعات الموجودة بالمدينة لا يقل عددها عن 30,000، وهذا عدد كبير بالنسبة للقضاء. هناك عجز كبير وتام بالحركة الاقتصادية، خصوصاً أن هناك أكثر من 2500 محل مغلق حول الإمامين العسكريين، وكذلك أكثر من 50 فندق، أكثر من 20 مطعم، كلها مغلقة في المناطق المحيطة بالإمامين. الأمم المتحدة قالت في ذلك الحين في تقارير لها طبعا، قالت إن عدد من قتلوا عام 2006 قدرتهم ب34,000 قتيل، وهي الأحداث التي بدأت عقب تفجير المرقدين واستمرت بعدها كما تعلمون. طبعا من ضمن من قتلوا يوم حادث تفجير المرقدين الإعلامية أطوار بهجت، والتي اغتيلت على يد ميليشيات موالية إلى إيران، كما أشارت أصابع اتهام متعددة. إلى ملف آخر الآن مختلف تماماً عن ملف ذكرى تفجير المرقدين في سامراء. نذهب إلى جرف الصخر، وهناك جراح ممتدة في واقع العراق الذي يدفع أهله ثمن إهمال حكومة تغض الطرف عن أفعال لما تسمى ميليشيا حزب الله في العراق، والتي تعمل على تحويل الناحية إلى سجن كبير يدفع الثمن فيه أهل جرف الصخر. نتابع معاً. ذو باسم، خزعل، خشان في محافظة المثنى، وعديد من المواطنين يواصلون اعتصاماتهم لدعم الناشط باسم خزعل خشان. بعض المعتصمين هتف بأن الحكومة لن تقدر على منعهم من تحرير باسم حال تواصل اعتقاله، إضافة إلى تهديدهم باقتحام سجن الخناج في السماوة الذي يحتجز فيه باسم.
هل تسمع الحكومة ويسمع السجان؟ هل تسمعنا الحكومة ويسمع السجان؟ هل تسمعنا الحكومة ويسمع السجان؟ ومن نسحب اتفقنا نجيب ابن خشام. في الصور التي ستظهر أمامكم الآن، شيخ عشيرة البركات يدعو إلى مواصلة التظاهرات. طبعاً شيخ عشيرة البركات يكون شقيق باسم خزعل، ودعا إلى مواصلة التظاهرات والفعاليات التضامنية لدعم الناشط باسم خزعل، محدداً يوم الجمعة موعداً لتظاهرات جديدة. كما حذر الشيخ عشيرة البركات الشيخ فاهم خزعل خشام من تكرار القوات الحكومية سيناريو الاعتداء على المتظاهرين كما حصل في مظاهرات سابقة. إلى الملف الرابع فيما يتعلق بأخبار اليوم التي انتقيناها لكم من مختلف وسائل التواصل. إلى الملاعب العراقية الآن. علي رحيمة لاعب الزوراء يركل أحد رجال الحماية وحكم مباراة السماوة والزوراء بعد صافرة النهاية. شاهدوا إلى أي المستويات وصل حال عدم الاستقرار في العراق. يا سبحان الله، حتى وسيلة الترفيه التي ربما تكون الوحيدة للعراقيين وهي الرياضة، هناك من يصر على تحويلها إلى مادة للتناحر والخلاف. الآن نعرض عليكم صورا يظهر فيها مسؤول ما يسمى لواء أنصار المرجعية في ميليشيا الحشد واسمه حميد الياسري. في هذه الصور التي ستظهر أمامكم يظهر الياسري وهو يتابع مباراة الزوراء والسماوة ويصافح اللاعبين ويلتقط الصور معهم. طبعا هناك معلومات تشير إلى تغلغل ميليشيا الحشد في الملاعب لإثارة الفوضى والعمل على إرباك الأمن بما يخدم توجهاتها الخاصة. الآن إلى الجزء الأخير فيما يتعلق بملف الملاعب العراقية. نذهب إلى العنصرية في المباريات التي تشهدها مختلف الملاعب في العراق وشهادات يدلي بها رياضيون ومتخصصون تابعوا المشهد عن كثب. تابعوا هذا المقطع ومن ثم لنا عودة وتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون في الآونة الأخيرة صدرت بعض التصريحات من قبل بعض المدربين واللاعبين حول الأخطاء التحكيمية، وصفوا هذه الأخطاء أنه أخطاء وصفوا أنها بالعنصرية والأخطاء المقصودة. ومثل ما تعرفون إحنا رياضتنا في العراق بلد أنه عمرنا ما مرينا هكذا تصريحات، وهي تصريحات خطيرة لا تخدم الرياضة في العراق وكرة القدم في العراق، وإحنا مقبلين على رفع الحظر على الكرة العراقية. فأطلب من اتحاد كرة القدم إنزال أشد العقوبات بكل من يسيء إلى العراق وإلى الرياضة العراقية، وخاصة التصريحات الأخيرة العنصرية. إحنا اليوم بلد واحد، شعب واحد، اللملم جراحنا قاعد من خلال توحيدنا، والرياضة هي المصدر الرئيسي لتوحيد هذا البلد. فأتمنى الموفقين للجميع، وأطلب من إخواننا في اتحاد كرة القدم إنزال أشد العقوبات بحق المسيئين. طبعا للفيفا وهو اتحاد كرة القدم الدولي له قوانينه التي يتمنى هذا المحكم العراقي الدولي أن يلتزم بها في العراق حتى يرفع الحظر الرياضي عن العراق والعراقيين. لكن ماذا تقول في وقت تتغول فيه ميليشيا الحشد ومن ينضوي ضمن إطارها من الميليشيات الأخرى، حتى أنهم يريدون أن ينغصوا على العراقيين وسيلة الترفيه الوحيدة
التي تضمنها الملاعب. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة آراءكم. قال أحدهم: الكل يتحدث عن خراب نينوى ويبكي في الإعلام، لكن ليس من رأى كمن سمع، وأنا رأيت شيئا لا يتصوره عقل. رأيت جثثا عددها يصل بحسب منظمات إلى 9000 جثة ملقاة منذ سنة فوق وتحت الأنقاض. هذا ما قاله أحد الناشطين بعد زيارته للموصل. نتابع مقطعا مصورا وصلنا، ومن ثم نقرأ عليكم أبرز التعليقات بشأن هذا الموضوع. شو يسمونه هذا؟ شنو الشارع؟ غازي. شارع غازي. شارع غازي. بس احنا بداية المدينة القديمة. لا، احنا في قلب المدينة القديمة. اها، بس احنا كل ما ندخل بالعمق كل ما نشد نشوف دمار اكثر يعني. انطيكم التليفون هسه. قول لي اكو بعد ما زالت جثث تحت هاي الانقاض؟ ما زالت الجثث بين هذه الانقاض، لم تنتشل. هذول العمال شنو هذول؟ ها عمال ل ما شاهدتموه هو الانتصار الذي تحدث عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي. الموصل أصبحت رأساً على عقب، أصبحت كالصريم للأسف. الآن نقرأ عليكم أبرز التعليقات على هذه القضية، الجثث وواقع الموصل اليوم. في التعليق الأول معنا كريم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يرحم الشهداء برحمته الواسعة. ودعاء من مواطن عراقي جريح يتألم إلى ما حدث في الموصل. إلى تعليق جديد، الحاج أيوب الغريري يقول: فعلا كانت هنا مدينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. على ما يبدو أن جراح الموصل لا يمتلك المواطن العراقي أمامها إلا الدعاء على من تسبب بنكبة الموصل، لا أكثر من ذلك ولا أقل. إلى تعليق جديد، فلور تكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ساهم بتدمير الموصل الحدباء، وإن شاء الله ترجع أحسن وأحسن. دعاء مختوم بشيء من بقية أمل ما زال يتحلى به المواطن العراقي. هذا ملخص التعليق السابق. إلى تعليق جديد، أحمد يكتب: حسبنا الله ونعم الوكيل، هو هذا المخطط أنجزوا تدمير الأبنية وإرجاع أهلها إلى القرون الماضية، وتمت ودمرت هذه المحافظات الأصيلة. أحمد يتحدث عن حضارة العراق التي جاءت عليها الحروب التي دمرتها ومسحتها الآلة الحكومية وحلف شمال الأطلسي وتنظيم الدولة وجميع المحتربين الذين لم يهتموا لأهل مدينة ولا لتراثها ولا لحاضرها ولا لمأساة وطن ترونه شاخصاً وحاضراً في أعين الموصليين. إلى التعليق الأخير الآن، شتها تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، تم تحريرها بالقصف، فالمدنيين كانوا وقود هذه الحرب. هذه الفتاة العراقية قالت باختصار ما لخصناه لكم في التعليق السابق. الآن نذهب وإياكم إلى فقرة هاشتاج. المجرب لا يجرب، هذا عنوان هاشتاغ غرد عليه كثير من الشباب العراقي وغيرهم. تعالوا نتابع فحوى هذا الوسم الإلكتروني. في التغريدة الأولى معنا باسم يكتب: يعني احتفظ بصوتك ولا تروح تنتخب من الأخير ولا تشارك بالجريمة. هنا يتحدث هذا الشاب ويقول: المجرب لا يجرب، لا تذهب، لا تنتخب، احتفظ بصوتك لنفسك ولا تعطيه لمن لن يقدره. إلى تغريدة جديدة، في التغريدة الثانية كرار يقول: الغباء هو أن تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفة.
إذن هي نصيحة للجمهور العراقي من كرار، لا تذهبوا للانتخابات لأنه من الغباء أن تنتخبوا نفس الأشخاص الذين أفرزوا لكم هذا الواقع المضمحل السوداوي المأساوي وتظنون بهم ظن خير بأنهم سينقذونكم وينتشلونكم من القاع إلى القمة. إلى تغريدة ثالثة كتب إنج أمجد أو أحمد: أنا عراقي ضد الوجوه الكالحة التي لم تجلب الخير للعراق. باختصار هذه مأساة وطن في تغريدة شاب يقول أنا عراقي وضد ما يحدث. إلى تغريدة أخيرة الآن في هذا الموضوع كتب أحمد: لا مكان لسياسي فاشل أو فاسد في مستقبل العراق، المجرب لا يجرب وبلدنا لا يتحمل العودة إلى النفق المظلم واستكمال مسلسل الطائفية. طبعا هذا التعليق يوضح ويلخص الفكرة أن العراق وإن فرضت عليه انتخابات بالقمع أو بالجبر أو بالإكراه فإنه لن يتقبل هذه الوجوه حتى وإن عادت إلى الحكم مرة أخرى، ستكون عادت بالتلفيق والتزوير وليس باختيار الشعب العراقي بملء إرادته. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. في المقاطع المصورة نذهب بكم إلى جرحنا السوري المتواصل نزيفه. في الغوطة الشرقية بدمشق ترتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية على يد نظام الأسد وروسيا وسط صمت إعلامي مطبق وغض للطرف عن الحالة الإنسانية المروعة التي يعيشها أهل الغوطة. نتابع. ما بتنحطوا برا؟ برد الدنيا حجة سقية. ما بخير إنسان أولادي ما بعرف إنه خمسة وأمه. هلا الله يصبرك يا رب. إذا لم تستطع أن تنصف مظلومين فحري بك فقط أن تجتهد حتى تكون إنسانا بحق. إلى الموضوع الأخير في الفيديوهات المصورة، الكما أو التشما وهو نبات فطري ينمو في الصحراء. تعالوا نتعرف على خصائصه ومعلومات مهمة. التشما كما يسميها العراقيون، وأتمنى أن أكون نطقتها نطقا سليما. إلى التشما الآن.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. إذا كان في العمر بقية سأصحبكم نهار السبت القادم وعدد جديد. إلى اللقاء.